بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة وقفة مع عمل صالح يعظم في رمضان، ألا وهو قراءة القرآن. قراءة القرآن، تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى، من خير أعمالنا الصالحة، الحسنة بعشر أمثالها، والحرف الواحد تتلوه من القرآن بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وكلما تلوت القرآن كلما زكت نفسك، وكلما طاب قلبك، وكلما حصلت البركة في حياتك. والله والله والله، من أعظم الأسباب الجالبة لبركة الوقت أن تقرأ القرآن. وجرب يا أخي أن تبدأ يومك دائما بأن تتلو القرآن، ستجد في ذلك اليوم بركة وخيرا عظيما. ويعظم فضل قراءة القرآن في شهر رمضان، فإنه شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وكان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم القرآن مع جبريل عليه السلام في شهر رمضان. ووصيتي لجميع إخواني وأخواتي العناية بأن يختم الإنسان في شهر رمضان، أن يختم مثلا في كل 7 أيام، فيختم 3 ختمات في رمضان. وإلا فالسلف كانوا يفعلون أكثر من هذا، بعض السلف ثبت عنه أنه كان يختم 60 ختمة في شهر رمضان، وبعضهم ثبت عنهم أنهم كانوا يختمون 30 ختمة. المهم أنهم كانوا إذا دخل شهر رمضان يقبلون على القرآن، يقرؤون كلام الله. فعلينا أحبتي أن نعتني بهذا عناية تامة، وأن نحرص على أن نختم ختمات كثيرة في شهر رمضان هذا الذي نحن فيه، لعل الله عز وجل أن يجعل ذلك سبباً لأن نكون من أهل الفردوس الأعلى. فاللهم اجعلنا وأهلنا وأحبابنا من أهل الفردوس الأعلى، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.